الشهيد مصطفى فروخي أحد أبرز رموز الدبلوماسية الجزائرية إبان الثورة التحريرية. الدبلوماسية الجزائرية مؤخراً تكرم عائلة البطل مصطفى فروخي تقديراً وعرفاناً على مجهوداته. كان له الفضل الكبير رفقة العديد من الدبلوماسيين الجزائريين المحنكين في تعزيز دور الدبلوماسية الجزائرية عبر العالم، لا سيما في البلدان العربية وكذا في المنظمة الأممية، من أجل التعريف بالقضية الوطنية العادلة وتحقيق الاستقلال والحفاظ على الوحدة الوطنية، لا سيما في المشرق العربي في إطار الجامعة العربية وكذا في الأمم المتحدة. فكان الشهيد مصطفى فروخي رمزاً من رموز النضال والكفاح الدبلوماسي. ولد مصطفى فروخي في 15 ديسمبر 1922 بمليانة. تلقى تعليمه الابتدائي بمسقط رأسه، ثم انتقل إلى المدرسة الثعالبية بالجزائر العاصمة، تحصل على البكالوريا، واصل دراسته الجامعية في العلوم القانونية، حقوق والشريعة الإسلامية. ناضل في حزب الشعب وأشرف على إصدار جريدة الشعب عام 1952، وكذلك جريدة الأمة. ألقي القبض عليه وزج في السجن، وفي عام 1955 أطلق سراحه. ألقي القبض عليه مرة أخرى من طرف السلطات الفرنسية ليتمكن من الفرار من سجن مليانة في فيفري 1956، والتحق بالعاصمة أين كان ينشط في شبكة الاستعلامات، وأنشأ في فبراير 1957 شبكة من الفدائيين. قامت خلية جبهة التحرير الوطني لبناء الجزائر بإرساله ضمن طاقم الباخرة المتوجهة إلى فرنسا. تم تعيينه أميناً عاماً إدارياً بالنيابة في الحكومة المؤقتة، وفي عام 1959 تم استقباله من طرف الرئيس الصيني ماو سي تونغ والرئيس الفيتنامي هو شي مين. اقترح عليه وزير الشؤون الخارجية في الحكومة المؤقتة بأن يصبح سفيراً للحكومة المؤقتة الجزائرية في الصين. استشهد في 13 أوت 1960 رفقة زوجته وأبنائه الثلاثة ضمن طاقم الطائرة المتوجهة نحو الصين، ولكن شاءت الأقدار أن تتحطم الطائرة التي كانت تقلهم فوق العاصمة كييف، ليستشهد رفقة زوجته وأطفاله، وهو بصدد أداء مهمة دبلوماسية كلفته بها قيادة الثورة. قامت الدبلوماسية الجزائرية مؤخراً بتكريم عائلة البطل مصطفى فروخي تقديراً وعرفاناً على مجهوداته الجبارة في مجال الدبلوماسية والعمل من أجل القضية الجزائرية والدفع بها نحو الأمام إبان الثورة التحريرية. زير تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.